اهلا بيكم في حلقه جديده النهارده، في فيديو جديد هنتكلم فيه عن اهم صفات ومميزات الابراج. والنهارده هنتكلم عن برج مهم جدا في التشانل، وانا بحبه جدا جدا عشان هو برج ناس كتير من اصحابي. تقريبا اكتر برج عندي اصحاب فيه هو البرج ده، مع ان هو مش بيتفق معايا المفروض منتلي يعني، بس انا اعتقد احنا مش بنتفق عاطفيا، بس اصحاب طبعا لا، صحابي جدا جدا ينتموا الى البرج ده، هو برج الجوزاء الهوائي. هنتكلم عن اهم مميزات وليه احنا بنحب برج الجوزاء والحاجات الحلوه اللي فيه واهم صفاته. عايزه اقول لكم ان الفيديو ده بمناسبه عيد ميلاد ناس كتير من صحابي، عيد ميلاد منار جبه، عيد ميلاد دريم شوقي، عيد ميلاد فيروز كيلاني، عيد ميلاد علا طاهر، مين تاني لسه جوزاء عندي، ناس كتير قوي قوي بعرفهم بحبهم، صحابي قوي قوي برج الجوزاء. فاي لاف يو اول، انا نسيت حد ولا لا بس عايزه افتكر. طبعا عيد ميلاد محمد صلاح، وعيد ميلاد يعني في سيلبرتيز كتيره قوي لازم كلنا نرمين في، انا بحبها قوي بموت فيها برج الجوزاء. انا بحبهم عشان دمهم خفيف يا جماعه، شئنا او اتفقنا هم ناس روحهم حلوه، دمهم خفيف جدا. تقعد لاري بنت اختي برج الجوزاء، اي لاف يا I love you so much يا I will let you watch this video in order to know that I love you. معلش بنت اختي يا جماعه عندها سنتين ما بتتكلمش عربي. طيب برج الجوزاء يعني الجاذبيه، شئنا او ابينا برج الجوزاء يعتبر من اكتر الابراج الجاذبه جدا، هما they are so attractive يعني attractive قوي، عندهم جاذبيه كده بالفطره يعني، هو الطفل الجوزاء تلاقيه مولود attractive، انتوا متخيلين؟ بفوشي قوي مش عارفه اتكلم. عندهم كاريزما، بيعرفوا يتكلموا كويس جدا جدا، لبقين، عندهم لباقه قويه جدا جدا، محبوبين، very social، بيحبوا الرقص قوي. بصوا برج الجوزاء يا جماعه بيحبوا الفن، بيحبوا الرقص، بيحبوا الحياه، بيحبوا السفر، بيحبوا التصوير جدا. انا يا جماعه انا وريم شوقي صاحبتي في الجروب، اكيد سالي البطوطي هتتفرج على الفيديو فهتعرف الموضوع ده، احنا بنتنافس على التصوير، احنا اصلا بنخرج عشان نصور. فاحنا بنحب التصوير فيروز كمان بتحب التصوير قوي، منار بقى اللي هو فوتوغرافر بتاعتنا يعني. طيب انا بحب برج الجوزاء قوي وبحس ان انا بتفق معاه عشان هما صراحه اذكياء جدا جدا جدا، عندهم ذكاء ابن لزق، ذكاء اجتماعي وذكاء اصلا، هما اذكياء جدا جدا، بيعرفوا ياخدوا يلقطوا الفرص، شاطرين قوي. زي ما قلت بيعرفوا يتكلموا كويس جدا، بيعرفوا يردوا، ما بيسكتوش عن حقهم. برج الجوزاء من ابراج اللي كرامته بتنقح عليه قوي، ما ينفعش يسكت عن حقه. انا بشوفهم جذابين جدا من غير ما يعملوا اي مجهود، هم they are so elegant attractive كده، جذابين، هم جذابين. لازم تقع في غرام برج الجوزاء اول ما تيجي تتكلم معاه، لانه هيضحكك. وتلاقي دايما الشخص بتاع برج الجوزاء ده في الشغل بتاعه او في الجامعه او في اي حته هو واقف كده والناس كلها ملفوفه حواليه عماله تهزر وتضحك معاه، هو approachable يعني تحس ان انت تعرف تخترقه بسرعه. بيعبر عن مشاعره، صعب يقع في الحب، الجوزاء مش من الابراج اللي بتحب بسهوله، وما بيحبوش الارتباط، فبيتاخروا يا جماعه عشان يرتبطوا. تقريبا الناس اللي انا قلت اسمائهم كلهم مش متجوزين ما عدا ريم، لا برضه ريم مش متجوزه، ايه ده. طيب برج الجوزاء جدعان جدا جدا جدا، صحابهم بس عندهم كارثه سودا، ده انا هفضحكم. بصوا يا جماعه بقى برج الجوزاء ما تاخدش منه مواعيد ابدا، مواعيده وحشه جدا، ما بيحبوش المواعيد اصلا يعني، انت ما تلزمش برج، قولوا لي الكلام ده مظبوط ولا لا، مواعيد برج الجوزاء وحشه جدا جدا جدا. هم هايبر اكتيف، عندهم فرط حركه، عارفين اللي هو فرط حركه، منظمين جدا جدا ونضاف، بيهتموا بشكلهم، بيهتموا بلبسهم، بيهتموا باناقتهم، شيك جدا، بيحبوا يغيروا الستايل بتاعهم يعني. برج الجوزاء تقريبا اكتر برج تحس ان هو لو راجل بيغير قصه شعره بسرعه جد كتير جدا وبسرعه، لان هما بيزهقوا، ولو ست هتلاقيها برضو شويه تغير لون شعرها، تضربه اصفر شويه، تضربه احمر شويه، تضربه اسود، هما بيحبوا التغيير قوي لان هما ملولين جدا وبيزهقوا بسرعه جدا،
اوف يا جماعه يا لهوي، ده انا عندي شويه يعني اصحابي دول، عايزه اقول لكم يا جماعه بيضربوا شعرهم كل شهر مره، يعني يغيروا اللون ويغيروا اللوك ويقصوه يطولوه يحطوا مش عارفه ويج يعملوا ايه. هم بيحبوا سو ستايلش، هم بيحبوا الستايلنج قوي، رجاله وستات يعني، رجاله الجوزاء بيحبوا يلبسوا بيحبوا يتصوروا. عندهم صحاب كتير جدا، يعني صاحبك اللي من برج الجوزاء ده اللي لما تمشي معاه في كل حته اللي تلاقيه عمال يسلم على الناس كلها ومنتشر وعارف الناس كلها، وايه تحس ان هو يعرف ابن الوزير او يعرف الوزير، ويعرف يعني هو بيعرف كل الطبقات بكل المستويات بكل الليفلز، مش عنصري خالص خالص خالص. ايه كمان عن برج الجوزاء؟ بصوا مش غيورين قوي، يعني دي ميزه في الجوزاء، بس ست الجوزاء غيوره، راجل الجوزاء لا عادي مش غيور قوي، مش متسلطين مثلا، فلكسبل، they are so flexible، ودي حاجه حلوه فيهم. جرأه، عندهم شجاعه وجرأه، على حد هيروح يتعرف عليه ممكن يشوف حد في نفس اليوم يقول له انا معجب بيك عادي جدا وعايزه اتكلم معاك وعايزه اعرفك، ممكن يشوف بنت تعجبه مثلا يقوم رايح ذكي شاطر جدا في السيرش، او ماي جاد، يعني لو شاف مثلا حد عجبه عادي جدا طبيعي ان هو يقعد يدور عليه كده، ممكن يفضل يوم كامل يدور عليه على السوشيال ميديا حد يلاقيه ويعمل له فولو او يعمل له اد ويقول له اي لايك يو باي ذا واي، انا شفتك النهارده صدفه معجب بيك. الجوزاء هم انيشيتيف، يعني بياخدوا الفيرست ستيب، يعني مثلا هم مش زي الابراج الترابيه اللي هم بيتاخروا عشان ياخدوا فيرست ستيب، لا الجوزاء ما عندوش اي مشكله يا جماعه، ما عندوش اي مشكله ان هو ياخد فيرست اكشن، واكسبرسيف بيعرف يعبر عن مشاعره بيعرف يقول مشاعره صح. بس هو انرجيتك قوي، متحمس متهور متسرع، عنده سو ماني بيرسوناليتيز، عشان كده الناس بتخاف منه لان الجوزاء عنده شخصيات كتير قوي قوي، فهو مخيف شويه في الحته دي، يحس ان هو ايه بيتغير بسرعه، بيغير رايه بسرعه، متحمس، هايبر اكتيف زي ما قلنا كده. الجوزاء صراحه جدا جدا، وما بيخافوش يعني بيقولوا رايهم بكل الصراحه، يعني يقولوا لا عور انت عور فين، وما بيهمهمش، زي هم عندهم شجاعه على فكره، ما بيحبوش الاستقرار، هم مش من الابراج اللي بتحب اللونج تيرم ريليشن شيب، ما بيحبوش الاستقرار ما بيحبوش الارتباط. برج الجوزاء من الابراج ما بينسوش الماضي، يعني على فكره الجوزاء ما ينساش حبيبه الاولاني ابدا، بيفضل دايما يفتكر الماضي. استمتع بالحياة، هو بسيط برضو، هما بسيطة جدا جدا، بيعرفوا ياكلوا الجو، يعرفوا ازاي من غير ما يبذلوا اي مجهود ان هما يلفتوا الانظار ليهم. شخصيتهم قوية، هما من الابراج القوية على فكرة، شخصيات قوية، لان هما شجعان وجرأة، فبالتالي انا بعتبر الجوزاء شخصية قوية، ودي مفاجأة على فكرة. اذكى جدا، بيفكروا كويس على فكرة، بيحللوا كويس، فنانين كده بطبعا، بتحس ان هما فنانين، هو فنان كده مع نفسه. بس هو عنده ازدواجيه شويه، مودي طبعا، مودي قوي قوي، وعنده يعني 2 او 3 او 4 او 5 personalities. زي ما قلت عندهم طلاقه لسان، بيعرفوا يعبروا عن مشاعرهم، بيعرفوا يعبروا، بيعرفوا يتكلموا، يعني يعرفوا يعملوا public speeches كويسه جدا، لان هم بيعرفوا يتكلموا يعني. الجوزاء من الابراج كمان اللي حط حاجه في دماغه هيعرف يعملها، هم طموحين جدا، لو حط هدف في دماغه هيجيبه، يعني هيجيبه، بيحبوا التحدي والتشالنج جدا، يعني انت لو عايز تجذب مولود برج الجوزاء حطه في التشالنج، حطه في التحدي، تلاقيه عمال بي ويا جماعه فلكسبل قوي. يعني انا هحكي لكم على حاجه ممكن تسمعوني، احنا كنت في مؤتمرات يعني مؤتمرات الشباب، يعني كنا في شرم الشيخ، فانا منار كانت ماي روم ميت، احنا كنا اول مره نتقابل في حياتنا، تخيل احنا كان المؤتمر الرومز كبيره فما ينفعش ان واحد يقعد فيها، فعشان العدد كبير فكنا لازم نبقى دبل روم، يعني انا ومعايا ميت، يعني روم ميت بتاعتي كانت منار، فهي كمان جيميناي، يعني انا فيرجو هي جيميناي، فكان كنا دايما نسمع الاوض التانية ممكن تحصل فيها مشاكل، لان انت الروم بارتنر بتاعك انت عايز تنام مثلا وهو عايز يقعد مش عارفه ايه، فكنت اسمع مشاكل كتير قوي. انا عايز اقول لكم يا جماعه، وده يعني اي لاف يو منارنر، انا ومنار كنا بيست كابلز،
يعني مع ان احنا فيرجو وجيميناي يعني، بس احنا كنا بنتفاهم بنقعد نضحك ونهزر ونقعد بقى ايه. بعدين انا يا جماعه مش منظمه، لا انا كسوله. اما منار نشيطه عني، فكنت تصحي في الصبح يا رشا قومي عشان نحضر السانست، اقول لها سانست ايه يا منار احنا لسه نايمين يا حبيبتي الساعه 4، عايزه تصحيني الساعه 6 انا عايزه انام. تفضل بقى هي بقى ايه مجتهده ومثابره، رشا هتقومي هتقومي هتقومي، تفضل تزن 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 وتفتح النور وتشد البطانيه لحد ما تصحيني تنزلي معاها. والله يا جماعه هي بقى عماله تتصور سيلفيز ومش عارفه ايه عماله يهمل أنا عليا واصحى كده منار انا عايزه انام، لا مش هتنامي دلوقتي. فكانت تقعد ايه يعني، لا اي كان ريمبر اور ميموريز. الكلام ده من 2018 صح يا منار؟ وكنا في الاوتيل بقى انا مش عايزه افطر، انا كسوله عذراء يا جماعه كسول. فهي بقى ايه تكتش تصحيني عشان افطر، لا ما أنا... لا يا احنا كنا بنخلي كل اصحابنا في الاوتيل دنيا ودنيا وماهي والناس كلها تيجي تصحينا، كل الناس تيجي ترزع على الاوضه عشان يصحونا. فالمهم هي بتصحى انا ما بصحاش، هي لا يمكن جدع يا جماعه الجوزاء جدع تنزل تحضر الفطار غير ما تصحيني. يا بنتي انا مش عايزه افطر، انا مش عايزه افطر، مش جعانه انا عايزه انام. هتصحي لازم تصحي. بعدين بقى في حته النور يعني انا يعني في كان في يعني عندهم سنس كده يعني. انا مثلا كنت ابقى نايمه بتتكلم في التليفون تطلع عادي، ممكن تنزل في اللابي تتكلم في التليفون، انا هي وهو كذلك هي يعني انا هي تبقى نايمه اطلع اتكلم في 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 التراس مثلا. فكان في احترام، كان في عشان كده كانوا دايما بيحقدوا علينا ان احنا بيست كابلز، بقينا اصحاب قوي قوي. بلس بقى حاجه تانية ان احنا الاثنين بنشتغل في الميديا برضو يعني، هما كانوا يعني هي منار مذيعه في الراديو وانا مذيعه تلفزيون، فكنا برضو دي حاجه كومن ما بيننا، بنحب التصوير جدا بس هي اكتر مني بكتير عشان هي نشيطه اكتر عني. يا جماعه ايه كمان كان كومن ما بيني وما بين شيماناي؟ بقينا اصحاب قوي. نسيت اهم حاجه، اهم حاجه كانت كومن ما بيننا اوف ان احنا زمالك لوفرز. احنا الاثنين بقى كنا بنتنافس حب نادي الزمالك، ودي كانت صدفه غريبه جدا، كان في ماتش اصلا اياميها ف ده ايه ده انت زملكاويه ايه ده انت زملكاويه. بس كان الفرق الوحيد في البيرسوناليتيز بتاعتنا انا بتكسف اكتر يعني، منار شي سوشيبل اكتر مني يعني، ممكن تقعد مع ناس ما تعرفهاش تقعد تهزر وتضحك وتتعرف عليهم وانيشيتيف، ممكن تدخل تتعرف على الناس انا ابقى فيري سايلنت. تقول لي رشا هو انت ساكته كده ليه؟ انا مش باخد على الناس بسهوله، فانا عشان اهزر مع حد لازم اكون عارفاه كويس يعني. لا هي انيشيتيف بتدخل تقتحم كده وتتكلم، ويعني شي از لايك سوشيال قوي، انا سوشيال بس بعد مده يعني. ده كان الفرق ما بيننا. تاني فرق ما بيننا الكسل والنشاط، هي شعله نشاط. بقول لكم يا جماعه بتبقى نايمين الساعه 3 بالليل اصلا، تصحى تحضر السان سيت وتصوره وتعمل فيديو مش وانا عماله انام على وتصحي. انا بيعجبني فيها جدعنتها. بس ودي العلاقه ما بين برج الجوزاء وبرج العذراء. بس احنا جود فرانس يعني. انا على فكره عايزه اقول لكم ان انا اكتر برج عندي فيه اصحاب يعني ما اعرفش الجوزاء، يمكن عشان احنا الاثنين مجانين مثلا، بس احنا بنتفق مع بعض على فكره. اوف بقى وهي شي ستايلش قوي، كانت بتقعد بقى منار تقعد تعملي بقى الستايلنج بتاعي، تقولي لا تلبسي الجاكيت الجلد ده، كنا في الشتا بقى تقعد تلاقي لي جاكيتس على وطلعت لي هدومي ونظمت لي هدومي. فانا كانت يعني الميت بتاعتي كان اسمها برتقاله ساعتها، كانت تقولي انا برتقاله. ليه بقى انا كنت ارجع من انا كسوله ارجع بقى ايه احط هدومي، فتقولي راش تفضل طول اللي تنظم في الدولاب بتاعي والدولاب بتاعها. تقولي على فكره انا مش برتقاله بتاعتك. لا يعني هي اتصاحبت اصلا على عمر وراند من قبل ما اروح من شرم يعني. احنا رجعنا من شرم احنا يور سو فريندز، واحنا لحد دلوقتي فريندز. فاي لاف يو منار، اي لاف يو فيروز، اي لاف يو ريم، اي لاف يو علا، مين تاني يا جماعه جوزاء؟ بس اي لاف يو اول. وطبعا كلنا بنحب مو صلاح عشان هو مو صلاح. مين تاني جوزاء؟ في حد جوزاء انا مش عايزه اسقط حد جوزاء مني تاني، في حد تاني جوزاء؟ فيروز برضو نفس الموضوع. فيروز احنا بقينا سو فريندز، والنهارده كانت خطوبتها كمان. ف يعني احنا اصحاب
برضو من اول لحظه كده. انا كومباتبل مع جيميناي يا جماعه، اي لاف جيميناي، وكلنا لازم نحب الجيميناي. بشكركم، يا رب الفيديو يكون عجبكم. قولوا لي انتوا بتتفقوا مع جيميناي مع الجوزاء ولا لا، وايه اكتر حاجات يعني اللي بتضايقكم من جيميناي. انا بتضايقني من جيميناي مواعيد تحت الصفر يا جماعه، تحت. انا منار بنتفق والله عايزين نتقابل بقالنا سنتين، عمرها ما بتيجي، ما اصلا بتتفق معايا ما بتجيش. عمر صاحبتي بتبقى متفقه انها تقابلني الساعه 7 المغرب، تاجلي الساعه 10 بالليل. يمكن فيروز اكتر واحده، فيروز وريم الاثنين مواعيدهم حلوه يعني. لا، في حد تاني جيميناي، عايزه افتكر مين جيميناي مش قادره. لا، ريم بقى نعمل لها فيديو لوحدها، حد يقول لي احكي لي قصصك مع ريم. لا، ريم بقى اوف، كومبيتيشن تصوير. كنا لسه في فرح سلمى، الله يعني سالي كانت تقول لنا بقى ايه يا جماعه، ايه انتوا ايه انتوا بت... احنا مش بنرقص، مش بنتحرك، احنا بنتصور بس، عمالين يعمل لايفات. إيه لايف ريم مع لايف رش، وندخل اللايفات مع بعض، هي ماسكه الموبايل كده وانا ماسكه الموبايل كده، يعني تو لايفز ان وان تايم. شكرا، اعملوا شير كتير كتير لاي حد تعرفوه برج الجوزاء. وي لاف يو جوزاء، هابي بيرث داي كل اصحابي الجوزاء. انا فاكره ان انا ناسي حد، بس مش قادره يا جماعه، حد اللي انا ناسيه لما اشوف الفيديو ده اعرف ان انت في قلبي، لان انا عارفه ان في حد ناقص من الجروب، بس انا مين مش قادره افتكر. شكرا، باي باي، مع السلامه. اعملوا شير لاي حد تعرفوه برج الجوزاء، وما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا، على انستغرام وعلى فيسبوك. اي لاف يو اول، اي لاف يو جيميناي، باي باي.